كابتن طيار ميرولا ماجد نموذج جديد من نماذج الفتيات والسيدات الناجحين في حياتهم، رغم انها ابن الدكتور ومن محافظة اسيوط، لكن قدرت توصل لحلمها. ومش بس كده، دي كمان قدرت انها تتخرج من الطيران وتدرس اعلام، وخلاص يدوب فاضل لها سنة وهتتخرج. بس يا ترى بقى الدنيا مشيت معها كده سهل عشان تقدر تعمل ده كله؟ وازاي كمان قدرت تواجه مجتمع اسيوط الصعيدي وتعمل كل ده؟ وايه هو السر في نجاحها؟ تعالوا بينا نعرف حكاية كابتن طيار ميرولا ماجد من طقطق لسلام عليكم. من وهي لسه بنوتة بضفاير صغيرة وهي كانت بتحلم انها تطلع طيار عشان تكمل مسيرة الطيارات اللي قادوا الطيارات في شركة مصر للطيران او غيرها من الشركات. كابتن طيار ميرولا ماجد حكايتها ابتدت لما كانت مسافرة مع والدها ووالدتها لباريس. من ساعة ما دخلت المطار ووصلوا لحد الطيارة وركبت، وقالت لوالدتها: يا ماما انا نفسي اسوق الطياره اللي احنا راكبينها دي. والدتها بصت لها وقالت لها: يا ريت يا ميرو. ومن الوقت ده بقى وهي بتحلم تسوق الطياره او تبقى اي شخص مسؤول في الطياره. كمان بدات كابتن طيار ميرولا ماجد تدخل للمدرسه الابتدائي وبعدها الاعدادي لحد ما وصلت لتالته ثانوي، وحصل لها اللي ما كانش فيهم متخيله انه يحصل، لان في سنه 2020 والدتها رحلت عن الحياه وكانت لسه في امتحانات الثانويه العامه، فكان ممكن مستقبلها كله يبقى مختلف عن اللي هي فيه دلوقتي. بس الفكرة كانت في قعدتها مع والدها الدكتور ماجد، قدر في الوقت ده انه يحتويها ويبقى ليها الأب والأم، وكمان كان مخليها الزوجة والبنت والصحبة. وخلصت ميرو الثانوية. في اللحظة الطبيعي انها كانت هتخش كلية الطب عشان تقدر تكمل مسيرتها، لكن عشان الدكتور ماجد ووالدتها ربوها على الاختيار قالت له: يا بابا انت عارف انا نفسي في ايه من زمان، وكمان انا ما بقتش مصدقه. وقالت له: طيران. ودخلت فعلا الكليه وما بقتش مصدقه، ولما اجتازت الاختبارات ودخلت فعلا الكليه كانت طايره من الفرحه، لحد ما جه الوقت اللي هتثبت فيه انها الصعيديه اللي بتتحدى الصعيد. وطبعا خرجت من عباءه اسيوط وقدرت انها تجتاز اختبارات 36 ساعه قياده لاربع طيارات مختلفه، وعدت كمان مراحل جديد خدت فيهم 3 رخص لقياده الطيارات لوحدها، لحد ما اتخرجت من الكليه وبقت اول صعيديه بتطير فعلا فوق السحاب. كابتن طيار ميرولا ماجد ما وقفتش عند المرحله دي وبس، لكن راحت للدكتور ماجد وفي نص المشوار قالت له: انا عايزه ادخل كليه كمان عشان يبقى المستقبل متأمن. والدها ما قدرش يمنعها بس وصاها انها لازم تختار حاجة تقدر انها تجمع بينها وبين الطيران، وفعلا دخلت كلية الاعلام وبقت في سنة رابعة. لكن لحد دلوقتي بنتمنى انها تكون امها شايفاها عشان تفتخر بيها، لانها كانت بتحلم باليوم ده. فيا ترى بقى انتم شايفين كابتن طيار ميرولا ماجد قدرت انها تخرج بره عرق الصعايدة؟